بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم مني السلام. فنطلب الله سبحانه وتعالى إلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. غادي نحط واحد الوصفة خاصة بالخطاب أو جلب الخطاب أو جلب شخص معين إلى العتبة. إن شاء الله الناس اللي باغين يجلبوا الحبيب إلى العتبة، اللي باغينو في البال ديالهم وما قدروش أنهم يتمكنوا أنه يجي العتبة، هاد الوصفة إن شاء الله غتكون مزيانة لجلب الخطاب للعتبة. أول حاجة غادي نخرج عند عطار يكون قبلي. عطار يكون قبلي هو أنه يكون مقبل إلى القبلة، ويكون ان شاء الله عاطي وجهه الى القبلة. ناخذ 250 غرام ديال الخزامة. 250 غرام ديال الخزامة راه ما غالياش، نعطيه الفلوس وما نتاوش معاه، نقول لي يعطيني 250 غرام ديال الخزامة، نعطيه واحد القدر ديال الفلوس هو غادي يرد لك المبلغ اللي باقي، لان العطارة تيفهموا في هذه القضية، يعرفك ما سولتيش ما غايقولش لك شحال الثمن، اذا غادي يرد عليك الصرف. صافي هادشي اللي كاين. ان شاء الله وجيبي الخزامه، ان شاء الله تجيبيها في اي ليله بغيتي، المهم غتقري عليها في الليله، ليله الحد، ليله الجمعه، ليله الاثنين، الا الاربعاء ما تنديروش الوصفات ديال القبول، تنديرو الخميس. ليلة الخميس هي يوم الأربعاء بالليل، ليلة الجمعة هي الخامس بالليل، إذا خدوا يوم يكون مزيان بحال ليلة الخميس مزيانة، ليلة الجمعة مزيانة. ناخد هذيك الخزامة غادي نجيبها، غادي نحطها في أي قطعة من الملابس ديالي، غادي نرشها بقليل من الريحة ديالك، البافان ديالك، الريحة اللي تتبغي انتيا تديريها يوميا. هتحطي الاسم ديالك والاسم ديال الشخص المعين، الا ما عندكش هتحطي اسمك وتحطي اللهم اجعل لي قبول مع اولاد ادم واولاد حواء. نحط هذاك هذيك القطعة الملابس، نحط في هذيك الخزامة ونحط فيها اما الصورة واما الاسم ديال الشخص المعين، او الانسان اللي ما عندوش غادي يحط الاسم ديالو ويحط اللهم اجلب لي اولاد ادم اولاد حواء لخطبتي. المهم غادي نحط الاسم ديالي في هذاك القطعه الملابس مع الخزامه، ونسرحها ونرشها بالريحه ونقربها الى الفم ديالي بعد ما نكون انا على طهاره، نكون نصلي ركعتين لاستخاره الامر ونستغفر ونسبح ب الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، ونحاول أنني نقرب إلى الفم ديالي وأنا تنقرأ صورة الواقعة، صورة الواقعة وصورة الفتح، صورة الواقعة وصورة الفتح. غادي إن شاء الله غادي ناخد هذيك الخزامة، غادي نحطها في واحد المقلاة، نبقى نسخنها حتى تطلق واحد الريحة طيبة في البيت. إلا درتها غنديرها يوم الجمعة، إلا قريت عليها ليلة الخميس غادي ليلة الخميس هي الأربعاء، غادي نديرها الخميس، إلا قريت عليها ليلة الجمعة هي الخميس بالليل. إلا كنتي بغيتي ديرها بالخميس غتقري عليها يوم الأربعاء، قريتي عليها ليلة الجمعة هي الخميس بالليل، غنديرها الجمعة مع الظهر او مع العصر. غادي نحاول نحط هذيك المقلاه حتى تسخن مزيان، ونحط فيها هذيك الخزامه ونحرك ب معلقه خشب، وانا تنحرك وتنقرا والقيت عليكم محبه مني، والقيت عليكم محبه مني، غنقراها العدد اللي بغيتي، إذا كان شخص معين أو نقرأ ألقيت عليك محبة مني يا فلان ولد فلانة، حتى أكمل تسخن هذيك الخزامة تتولي عاطية الريحة. غادي نحطها تحت الأرجل ديالي وأنا لابسة لابسة شي عباية زهرية أو
بيجاما، نكون محيدة الملابس الداخلية، محيدة الخواتم، حلة شعري، ونحاول أنني ناخذ واحد الكأس الماء يكون كبير شوية، وغادي إن شاء الله نقرأ عليه سورة الشرح 3 مرات. بنقرأ عليه سورة الشرح 3 مرات، نقرأ فيه اللهم اشرح لي صدري مع فلان ولد فلانة، اللهم اشرح لي صدري مع فلان ولد فلانة، أو اشرح لي صدري مع أولاد آدم ولد حواء. غادي نطفي هذاك الماء على الخزامة اللي درتها تحت من رجليا، وغادي نخلي هذاك البخار يطلع معايا حتى نحس براسي بأنني عرقت. غادي ناخد هذاك الماء ونصفيه، ناخد هذاك الماء ونصفيه، وغادي ناخد هذاك الماء اللي صفيت غادي نديره على جنب. أما الخزامة غادي نشفها في الظل، غادي نشفها في الظل ونخليها، غادي نقول لكم شنو غديروا بها. أما الماء غادي ندخل الغرفة ديالي، غندخل واحد الوعاء كبير أو طش كبير، وغادي نخوي عليا هذيك الخزامة من رأسي حتى رجليا، ونجمع هذاك الماء اللي غسلت به. غادي نرش العتبة هي الأولى، وغادي نخرجو إلى مكان عاشب. رشوا العتبة بالماء اللي غسلتي بها باش يجي الخطيب المعين اللي بغيتي، وغادي ندي هذاك الماء اللحو في مكان عاشب ان شاء الله بحول الله. وغادي ناخد الخزامة اللي نصها غنتبخر بها، ونصها غنديرها بمنديل اخضر، وغنعلقها قريبة من العتبة، لان مقرية عليها سورة الفتح لفتح النصيب، سورة الواقع لجلب الخطاب، وقريت عليها والقيت عليكم محبتي مني يا أولاد آدم ولد حواء أو فلان ولد فلانة، اللهم اجلبه لي إلى العتبة، أو اجلب لي فلان ولد فلانة إلى العتبة حتى تنشف. وغادي نعلقها ونصها غنتبخر بها، 250 غرام راه كافية أنك ديريها رزيمة وتعلقها في العتبة، وتخلي النصف ديالها أنك تبقاي تبخري بها إن شاء الله. بقاي تبخري بها إن شاء الله في المقلاة، عاوتاني نحطها في المقلاة ونبقى نتبخر بها. ولو أنك خويتي عليها الماء ساخن وبخرتي بها، راه غادي تبقى فيها الطاقة النورانية ديال القرآن، وفي نفس الوقت دوك البقايا ديال المحروقات ديالها غتهزيها وترفعيها إلى مكان عاشب. هذاك المكون عدد اللي خرج لك جوج مرات ولا ثلاثة ولا مرة واحدة، أنت في الاختيار. المهم قسميها إلى قسمين، الوقت اللي تحمريها النوبة الأولى، ما تحمريهاش حتى يسالي منها الجهد، حمريها شوية حتى تسخن وطفيها تحت منك، ومن بعد عاد ديري الحاجة اللي قلت لكم إن شاء الله. المهم خدوا الخزامة الزرقاء اللي تتكون زوينة وتكون عاطية العين، وإلا كانت صفراء ما تجيبوها، جيبوا الزرقاء لأن الزرقاء هي اللي زوينة. ديما حطوا الشخص المعين في الخاطر ديالكم وبنية الجلب، اللي ما عندهاش توكل على الله وديرها بيقين بنية جلب ولاد آدم ولاد حواء. ونحاول الوقت اللي نديرها نخرج شوية، نخرج للسوق، نخرج لأي مكان باش أنني نتشاف. إلا كان ما عنديش سوق خاوي، خاصني نكون عندي واحد الطاقة بعد ما ندير هاد الوصفة، ديرها ولو مرة في الأسبوع حتى ربي يجيب تيسير بالناس اللي معطلين عن الزواج، لأن هاد الخزامة رائعة في توسخة وقبول وجلب وكل شيء، لأنها فيها واحد الريحة طيبة، وديك الريحة هي اللي تتوسخ في نفس الوقت تعطي قبول مع قراءة القرآن، رائعة وأكثر من رائعة. الناس اللي تديروها في العراسات، تديروها في أي مكان باش تجلبوا الطاقة النورانية ديال الحضور والجلب، والعروسة تكون مقبولة سبحان الله. إذن يديوها في العراسات، يديروها في القبولات، يديروها
الخزامة رائعة. الناس اللي عندهم مشاكل وصداع في البيت ديما تيطلقوها باش ما يبقاش عندهم صداع. اذا حبابي الى عجبتكم الوصفة خليوا لي لايك، دعموا القناة، فعلوا الجرس، تابوناو بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.